وقد يكون ده سؤال بيوجه لزوجة واحد من أهم ومن أعظم أبطالنا وحقيقة تذكر فعلا. يعني يوم الخميس اللي فات في خضم جلسة محترمة جدا، فكنا بنتكلم على أحمد المنسي الله يرحمه يا رب، ولقيت إنه كل ما نعلمه عن المنسي، يعني باعتبار ان انا راجل شغلتي ابقى مذيع، فشغلتي ان انا اعرف وادور على التفاصيل واعرف الوقائع وما الى ذلك، لا ده انا اكتشفت ان هناك قصص وحكايات وتفاصيل كتير جدا اكتر مما اعلمه انا ويمكن كل زملائي على بعض. كل ما انا اعلمه قليل جدا عن البطولات اللي عملها منسي وتركيبة احمد منسي، تركيبته كبني آدم كإنسان. وخليني هنا أرحب بالسيدة منار سليم زوجة الشهيد البطل الذي لا يمكن أن ينسى أحمد المنسي. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. كان حضراتكم طيبين والشعب المصري كله طيب وبخير يا فندم. كل سنة وإحنا دايما فاكرين منسي. يا رب دايما بجد. أنا هسألك سؤال أعتقد وأنا عارف وأنا بسأله إن هو سؤال قد يكون مؤلم وقد يكون سخيف. أنا عارف إنك عارفة كويس جدا إنه في مذيعين كانوا بيطلعوا في قنوات هذا التنظيم الإرهابي ويهددوا على الهوى ويقولوا إنه الضباط هيتقتلوا ويتم اغتيالهم وتصفيتهم، وكانوا يخوفوكوا أنتوا كزوجات هؤلاء الأبطال، وكان بيتقال لكوا كده يعني على الهوى، تتذكري جوزك هيتقتل. انت كان بيبقى شعورك ايه ومنسي موجود هناك في سيناء؟ والله يعني هو الخوف الوحيد او القلق كان من الفراق، لحظة ان يبقى عندك انسان نصك التاني ويتوفاه الله او يبقى مش معاك، هو الفراق اللي صعب، ولكن خوف من ان هم يبقوا شهداء او ان هم يدافعوا عن بلدهم او يبذلوا ارواحهم ودمائهم في سبيل بلدهم عمر ما ده جه في بالنا، اقسم بحضرتك بالله صدقه من غير ما تحلفي والله، ولا قلق لازواجنا الابطال كلهم بلا استثناء، بالعكس ده كان بيزيدهم عزيمه واصرار. يعني زوجة البطل انا بشوفها بطله زيه، لانه انت عايشه في نفس الحاله زي ما قلتي كده، مش الخوف من انه يحصل، هي الخوف بتاع الفراق والخوف على العيال. طبعا 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 احنا في الاخر بشر، بس انا عندي كلمه دايما اقولها انه انت استحاله تبقى بتحب انسان قوي وبعدين لما ربنا يختار ويصطفيه لهذه الموتى او الشهاده انت تزعل، انت تبقى ما بتحبهوش. يعني هو اختار، هم اختاروا خلاص، فليس علينا الا ان احنا نتقبل قضاء الله ونحمد ربنا ويا بختهم. يعني تخيل ان انا بقول يا بختهم بصراحه، لانه هم في مرتبه عليا. يعني طبعا 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 طبع طبع عزيمه واصرار ورايح. يعني انا عايز اقول لحضرتك يا فندم، احنا كلنا عايشين في خيرهم بجد، بالزهو يعني سابولنا زهو وسابولنا فخر، سابولنا حاجات كويسه كتير قوي بجد عمرها ما كانت هتتحقق غير باللي هم عملوه. صحيح. فهل تتخيل ان احنا كنا ممكن نيجي في لحظه ونثنيهم عن قرارهم او نزعل؟ ابدا والله ابدا، هو الفراق بس، الفراق اللي زي ما حضرتك كده بتقول طبعا سبع سنين من واحد اكنه امبارح بس. ابنكم عنده قد ايه دلوقتي يا فندم؟ حمزه ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحميه ويحمي كل اولاد الشهداء يا رب. امين. 16 سنه واطول مني الله اكبر ما شاء الله، رايح تانية. سبع سنين عمر، يعني الاولاد كمان في السن ده بيتغيروا ما شاء الله. وبعدين يعني انا صحيت النهارده على الاولاد، انا صعقت، الاولاد كبروا او بيكتبوا على صفحاتهم، كانوا اياميها صغيرين ولا يعرفوا فيس ولا صح. يعرفوا يكتبوا صح. كل واحد فيهم حاطط صوره بابا وكاتب له وحشتني وسبع سنين يا والدي وانت مش معانا، ده اللي بيأثر. بس ده فعلا بيأثر. اللي انا كنت عايز اتكلم معاكي فيه، انه حمزه من سبع سنين طفل النهارده ما شاء الله عليه راجل. الحمد لله. انا عايز اقول لحضرتك هو سبحان الله حته منه
الله أكبر. والدتي رحمة الله الله أكبر. عليها كانت أحيانا من كتر ما بتنسى بتناديه وتقول له يا أحمد، وبعدين ترجع تفتكر وتقول له يا حبيبي يا ابني أنت كلك أبوك. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله، يعني لما ربنا تيجي يحفظه. تكلم تقول له يا أحمد. هو واخد نفس فطبعا الشخصية. يا الحمد لله، حتى نفس الطريقة في الكلام وفي الهزار وفي القفشات الله وفي أكبر. كل حاجة، الملامح. اللي خلف ما ماتش الحمد لله طبعا طبعا، طبعا ومصر طبعا. ولادة، مصر كلها ولادة ايه اللي اختلف الأطفال. في حمزة فيما يتعلق بنظرته بالتأكيد لأبوه من وقت ما أحمد رحمة الله عليه استشهد وكان حمزة طفل، والنهارده حمزة 16 سنة، ايه اللي اختلف في حمزة؟ لا ما شاء الله، الوضع اللي حمزة عاشه، يمكن لأنه هو كان أكبر حد في الأولاد وإلى حد ما مدرك الظروف اللي فعلا عاشها، غيرت في حمزة وثقلته، وعشم في ربنا خير، وعشم أحمد في ابنه إن ربي إنه سايبه لربنا خير. الولد ربنا يحميه، متحمل مسؤولية، حاطط باباه قدام عينه، عارف إنه هو ابن الشهيد منسي، كل حاجة بيفكر فيها قبل ما يقولها وقبل ما يعملها. ما شاء الله، يعني بيحاول دايما، يعني يبقى ربع بابا، هقول لك يبقى ربع بابا، بس فعلا هو بيحاول. ربنا يحفظه يا رب ويخليه لك. ومصر فعلا مش هزار، يعني كل مصر، انا مش بتكلم على الدولة بس، انا بتكلم على الناس. الناس فعلا ما بتنساش منسي على الاطلاق، والله ده كلام جد. يوم الخميس اللي فات كنا بنتكلم مع مجموعة من الاصدقاء، ووجدت ان بعضهم كان على علاقة مباشرة بمنسي وقعد يحكي، فلدرجة ان انا اتخضيت. قلت له طب ده الكلام ده حتى بعيدا عما قرأناه، وبعيدا كمان عما شاهدناه في المسلسل، يعني الراجل الله يرحمه مهول مهول، وما الله يرحمه. زال وما زال، وانا نفسي اللي كنت عايشه معاه والله في حاجات لحد النهارده انا بتفاجئ بيها وبتضحكي لي. انا بس فعلا فعلا من خلال برنامج حضرتك انا حابه اوجه بجد شكر للشعب المصري. 7 سنوات انا صحيت النهارده يا استاذ يوسف على مظاهره حب رائعه رائعه والله العظيم، يعني دي اقل حاجه تتقال في حق المصريين الجمال اللي ما زالوا زي ما حضرتك بتقول بعد 7 سنين متذكرين وبيردوا الجميل، وما زالوا مش ناسيين الشهداء اللي ضحوا بدمائهم، ومش ناسيين منسي، ومش ناسيين ملحمه البرد. مظاهره رائعه، وناس وتعازي، والناس كلها معانا، وحضراتكم والبلد كلها معانا، فده لوحده بجد كفايه يكفي، وكتر الف خيركم. لا العفو، على ايه بفا يا فندم، ده منسي هو وكل اخواته دول حته من قلوبنا، لانه من غيرهم احنا ما كنتش انا واحد من الناس ولا اي حد الحقيقه هعرف اخش الاستوديو ده. الحمد لله، ده بجد دايما يعني. ربنا يحفظ مصر يا رب دايما. سلمي لي على حمزه سلام كتير. حاضر. الله يخليكي، ربنا يحفظ حضرتك يا فندم، ربنا يخليكي يا مدام منار. كل الشكر لمدام منار زوجة الشهيد البطل احمد المنسي.